عسلامة ومرحبا. عسلامة عسلامة. نعرفوا عليك. اسمي عبد الله. موظف الدولة. موظف. كيفاش؟ عندي أكثر من 30 سنة. ما شاء الله. كيفاش قاعد معناها يتأقلم المواطن التونسي مع العمل في الصيف؟ بالنسبة للمواطن التونسي حسب كل إدارة حسب يعني التوقيت نتاعها، لأن أنا التوقيت يعني قريب برشا لبعضهم، يعني أنا من 8 حتى المساعتين الأغلبية كيما هكا، كاين 6 سوايع، هذاك هو راهو كل إدارة وتخدمها رجالها راهو. شوف بالنسبة للدولة هذيا يلزم احنا كل إنسان في مكانه يخدم وقته كامل. عندي 6 سوايع نخدمهم 6 سوايع. طبيعة. علاش احنا باش نقوموا بالدولة هذيا؟ باش نرفعوا بها احنا الدولة، باش تقف عليها، باش تقف على ساقيها الدولة. الدولة انت تعرف وضع الدولة الاقتصاديين و و و و. لازم تاخذ في حقك، لازمك تقوم بواجبك. الدولة تعطيني في مقابل، أنا نحاول باش نعمل نعطي مجهودي ونعمل نقوم بواجبي ونخدم السوايع الكل الموجودين. فهمتها؟ فما البعض زاد البعض مقصر. ونانو مثلا الموظفين يكملوا الساعتين نتاع معناها نتاع النهار. فما شكون يخرج قبل؟ ترانسبور. انا راني مريش الحقيقه، انا حسب كاداره نخدم فيها ما فماش نخدموا، فما اللي يخدم 12 ساعه، فما اللي يخدم 8 سوايع، فما اللي يخدم 6 سوايع. نظام الحصه الواحده معناها مش اللي فما ادارات يخدم لك نهار كامل، يخدم نهار كامل. فما البريفي معناها البريفي ولا حتى الاداره اللي تاتيك يعني الوظيفه، مثلا الدواوين كيما الصونات كيما ستيك كيما لوناس، فما نستخدم حتى 12 ساعه، يخدم 12 ساعة من الصباح لليل، من 6 في الإدارة 12 ساعة؟ نعم، فيخدم على أساس، يخدم على أساس. نحكيو على الإدارة. على الإدارة يخدموا موظف إداري. يخدموا في 6 سوايع. 6 سوايع الأغلبية يخدموا في 6 سوايع. هذا كان يقوم بواجبه يروح. أمي أنا أنت حتى السؤال سألتني فيه، معناها فما ناس معناها تقصر أو يخرج قبل الوقت. نظرا للطقس معناها للسخانة. ماهوش عذر، أنت عندك إدارة، عندك كليماتيزور، عندك بيروويك ومن ومنا، فما ناس تخدم في القطاع الخاص يخدم في 8 و10 سوايع. ويقوم بالواجب نتاعو ويخدم، اما انت تخدم في 6 سوايع تمشي تخرج من بلاصه تخلي الوظيفه نتاعك فارغه ما تجيش الحقيقه. باش تنهض الدوله احنا باش ناخذ هي عندي الاداره خاصه الوظيفه العموميه، كيفاش الدوله باش تنهض؟ كيفاش انت احنا تو الاغلبيه المؤسسات العموميه كلها عندها مشاكل كبيره برشا، مشاكل ماديه ومشاكل برشا في البنيه التحتيه نتاعها وغيرها. هي احنا كانسان كل انسان من مكانه يلزم يقوم بواجبه ويزي يرضي ضميره ساعه ويرضي ربي سبحانه وتعالى، باش حتى الدوله كي تعطيك المقابل ربي يبارك فيه. ربي يبارك فيك المقابل هذاك، اما انت زاد تاخذ في شهريه وما تقومش بواجبك حتى ربي راهو يا ربي يحاسبك عليها. لازم واحد يحلل فلوسه. خاطر الحلال لازمك تاخذ في فلوس، انا تخلص في الدوله، قررتني الدوله، عطتني ديبلوم، وخدمتني، وانا لازم نقوم بواجبي. لازم نحاول اصل في الموظف في تونس، اللي يشوف اللي يبعد على الطريق هذايا وما يقومش بواجبك، ربي ما يباركلوش. ما يباركلوش، احنا ماذا بينا تونس راهي، انا راني عشت فيها برشا تونس، عمري تو 57 سنة، انا عشت في حد بورقيبة. عشت عهد من علي، عهد في عنهبة، عهد سبسي، راهي الدولة تونس راهي كانت عزيزة وغالية، راهي كانت تونس راك تحفي لافيني بالبحر، راهي كانت بسم الله ما شاء الله. هي تو عزيزة وغالية. هي عزيزة وغالية صحيح، يعني مش كيما قبل. احنا نحاولوا باش ننهضوا بالدولة، نحاولوا باش نعملوا نعطوا ما نتوش، كيما مثلا أي توريت مثلا القطاع الخاص ولا مثلا القطاع الفلاحي، تو برشا الناس تعطي في منتوش، فما ضغط في الفلاحة يعطي منتوش، وأنت في إدارة وتعطيك الدولة قوم بواجبك، باش على الأقل احنا تونس ترجع كالعادة، ترجع كيما نقولوا احنا يعني جوهرة البحر البحر المتوسط. يعني مازال فما ضمير مهني. فما لا خويا موجود. الحمد لله. فما ما لما فماش إذا ما عاد تنحت تقطع ضمير ما عادش. وعلى الدنيا سلام عاش بنتي. فهمت؟ ان شاء الله احنا قوموا بالواجب، ان شاء الله يطلع جيل ياخذ المشعل وينهضوا بالبلاد. احنا نتمنى ان تونا احد من الناس بلادي نحب تونس، ان شاء الله ربي يحفظ البلاد. احنا نتمناو يصير الكلام اللي قاعد تقول فيه، لكن كما تعرف معناها تسمع بشبابنا قاعد يحرق والا قاعد يهاجر. شوف فما ناس ما تحبش تخدم راه. خاصة كفاءاتنا راهو. اي كفاءات. وحشنا بها. هذيك حاجة أخرى، ناس تحب على الدنيا ويحب على المال ويحب وحل وحل. لا، أنت الدولة تو أنت تولد إطار في الدولة تعطيك الكهرباء تعطيك المازوت وتعطيك شهري. هي أنت تحب على 20 و20 مليون و15 مليون، تونس راهي مش دولة، ماهيش السعودية هذه أو دول أوروبا، تونس راهي دولة عادية يعني. لكن معناها خلينا واقعيين، معناها كي باش يلقى هو 20 مليون في دولة أخرى أكيد باش يمشي. شوف. أكيد ماشي معاه. شوف اللي يرضى أرضى باللي اللي كتب لك ربي. أرض إذا أنت كل كفاءات الطب والمحاميين وشوف والمهندسين الكل عاد البلاد باش تقفها أنت باش تهزها أنت البلاد، هذه لازم قانون ردعي صراحة، قانون ردعي من الدولة من رأس الفوق أنه يصير يمنع الإطارات. أغلبية اللي قاعدين يهجروا عاطلين عن العمل. عاطلين فما نسبة عاطلين وفما يخدم في الخواص وينجم يدبر راسه ينجم فما ديبوست يدبر خدمة في تونس وقعد سيبون هكا يخدم على روحه، أما اللي عاطلين على العمل أغلبيتهم قاعدين يهاجروا. يعني من المشكلة هذه أو أغلبية الدول خاصة بلدان العالم الثالث الناس كلها تعاني منها المشكلة هذه تاع يعني هجرة الإطارات.
مش كان تونس برك رحت، وتعرف انت تونس ما تعرفش يسميوها، ريد في ليبيا يقول لك بلد المليون حافظ القران، عندنا احنا بلد المليون طبيب. بلد سمعتها تعرفها ولا ما تعرفهاش المعلومه هذه؟ بلد المليون طبيب، يعني الدوله فيها كفاءات وفيها ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله صحيح. انا راني ضد هجره هذه الكفاءات العاليه، انا ضد. اليوم ما تنجمش تشد معناها كفاءه عاطل عن العمل تقنع وتقول له اصبر اقعد عاطل عن العمل اصبر ما تهاجرش. يصبر على الدوله يصبر راح يصبر شوي يصبر. احنا صبرنا خدمنا في الخواص وصبرنا وبعد دخلنا الوظيفه والحمد لله رب العالمين. معناها هو لقي فرصه يقعد عاطل عن العمل؟ شوف احد تصبر لازم تصبر هذاك ما عندناش حتى حل اخر انك تصبر على الدوله تصبر شوي تصبر شوك الاثارات كلها تخرج معناها السيد دار البلاد نفرغوها على حساب هذايا يخرج الطب روتريتي يخرج المحامين تخرج الشفره نتاع لي بيلوت نتاع تونسير الطبيب عاطل عن العمل بطال الطبيب يمشي يخدم مع اي مع اي طبيب اخر عنده عياده يدخل معاه ويخدم معاه ينجم ينجم ما يحيرش ينجم اي طبيب مثلا عنده عياده يمشي يخدم معاه عادي كيما دونتيست لي دونتيست هم يخدموا مع بعضهم تلقاهم زوج طب ثلاثه طب مع بعض طب طبيب قديم عنده 20 سنه سيرفيس يجيب زوج طب اخرين يخدموا معاهم يخدموا معاه عادي فهمت بنتي هذايا هذا رايي ان شاء الله تنصحهم الشباب ننصح انه يبقى في بلاده والحرق شنو الحرق تموت في البحر ياكلك الحوت حرقه ما نحكيوش على الحرقه نحكيو هجره في اطار قانوني انا ضد انا كمواطن ضد الهجره تاع العقول او هجره الاطارات خارج البر انا نحب نبقى في تونس هذا رأي الخاص فما ناس اكيد ماذا بينا يقعدوا في تونس معناها اما يكونوا يخدموا انا اشوف ان شاء الله ان شاء الله الوضع يتحسن ان شاء الله اكيد احنا متفائلين ان شاء الله نسبه البطاله في تونس تنقص يا رب ان شاء الله يا رب احنا عندنا تفاؤل وديما الخير في الامه دايره موجود ان شاء الله كي نحمد ربي كما قلت معناها باللي عطاه لنا ربي اكيد يكون عندنا معناها حظ في المستقبل ولاد تونس راهي ولاد راهي بفضل ربي سبحانه تقف على ساقيها انا مع بعضنا احنا تو 2024 تفرج تونس باذن الله 2007 كان ربي خلانا حيين ان شاء الله 2027 باذن الله تشوف تونس ان شاء الله تونس برشا مرات معناها تعرضت لازمات وتعاود تقوم وتقف البلد هذه راهي ما تيحش تونس راهي ولاده بالحق ما تيحش باذن الله فهمت ان شاء الله احنا نتمناو بالاطارات الاطارات هذه العليا اللي باش تحب تهاجر ان شاء الله تبقى في تونس ان شاء الله ينهضوا بالبلاد ان شاء الله تونس ترجع كما كنا كما قبل ان شاء الله الدوله توفر سبل عمل للكفاءات ان شاء الله توفر فرص العمل وان شاء الله في البرنامج الجديد نتاع الدوله ان شاء الله تكون افاق وتكون ان شاء الله تكون تتحل برشا افاق حتى في الوظيفه العموميه برشا كما الطب تدخل وزاره الصحه برشا هي تدخل هي شنو المشكله ما فما انتدابات بالنسبه للوظيفه العموميه فما دي بوست فارغه برشا برشا ادارات راهي فارغه دي بوست يعني لازم الدوله تحاول الدوله باش تدخل اطارات وتولي زاده تعمل كنترول تعمل ديما تعمل مثلا فرق خاصه تطل على الحاجات الشركات او على الادارات العموميه تعمل كنترول على الخدمه على الوقت وعلى الديسبلين تاع الخدامه خاطر شوف فما شويه تسيب زاده راهو فما شويه تسيب يعني